وشوفوا مستعرضين سياراتهم كهربائية هنا ككل، هناك أفاتار وهنا علامة جديدة تبع شانجان، وهناك ديبال، وهنا ديبال S07. أوريكم السيارة عن قرب كهربائية بالكامل. شوفوا الإيدي اللي هنا إن شاء الله، شوف كونتيننتال مقاس 21 بالجنط، شوف حتى الكليبر جاي بلون نفس التطعيمة اللي موجودة هنا. طبعا كاميرات مقاطع عمياء، شوفوا شكل السيارة من الجنب هنا إذا يفتح، سلام. هنا نتكلم عن بلاجين هايبرد، تمام، أوكي كهربائية لكن بلاجين هايبرد. بتشوفون هناك في تانكي ثاني على اليمين، شوفوا زي ما قلت لكم هنا بلاجين هايبرد AC DC. شوفوا مسكات الأبواب جاية مخفية، شوف هنا، شوفوا الماتيريال، شوفوا هذا الشعار الشركة تيبال، شوف إن شاء الله، شوفوا هنا كراسي طيارة إن شاء الله، أوريكم هنا، شوف كراسي طيارة، شوف إن شاء الله. مكيفة، شحن لاسلكي، مساحة تخزين، شاشة إن شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الخلفية فتحة بانورامية، أوريكم الطارة هناك وش اللي فيها. والجميل فريملس ودبل هنا عادية، شوف كيف إيه الأمامية، شوف شوف هنا قراءة ومتابعة السائق، هيد أب ديسبلاي، سبوفر، الشاشة العملاقة ما في ولا زر، شوفوا هنا كل شيء، هنا مفضلة واحد مفضلة اثنين، هنا الكاميرات والرادار التفاعلي، فيه كاميرا موجودة هنا عشان تاخذ لك سيلفي، شوف شوف هنا لو تلاحظ، شوفها مراية ما فيها تمدد، هنا هنا إلكترونية ما أدري وش هنا، هي شاشة أو شيء. شوف شكل الكلام كله بالصيني، هذا الهيد أب ديسبلاي إن شاء الله، أشياء كثيرة، إعدادات، فيها تكييف المراتب هنا موجود، شوفوا كيف شكلها الإضاءة المحيطية اللي جاي هنا على دار مدار، سقف قماش ما فيها بيت للنظارة، تعتيم تلقائي.